بلاحظ على انستغرام ما بتعملي اوقات تاج للبراندات يلي بتلبسيها، هل هذا الشيء وقت بتتقصدي او ليه؟ اذا شيء شخصي لا، يعني انا ما بحب فرجي شو الاشياء اللي عم بلبسها او شو قيمتها او شو البوتيك يعني او الاسم وراها. اذا شيء فوتو شوت لا، صار شيء ثاني يعني اكيد بنعمل تاج ومنشن وهيك، بس بالبيرسونال لايف تبعي اذا بدك او على الصعيد الشخصي، يعني لما انا بشتري غراضي ما بحب انه احكي شو هن البراندز اللي لبستها. نديم مليانه قنوط، واخر مره شفناك عم تلعبي بوكسينج، ليه انت حبيتيها او شو؟ برتاح فيها، انا بحبها، برتاح فيها، بطلع كل الستريس منها. اعلن المنتج صادق الصباح انك حتعيش قصه حب مستحيله مع قصي الخولي، خبرينا هيك شوي عنها. بصراحة I cannot tell you anything. يلي قاله هو الماكسيموم فينا نقوله، لأنه أي شيء زيادة رح يعني رح يفضح إذا بدك القصة، بس بوعدهم إنه مسلسل كتير جديد، قصته كتير جديدة وغير متوقعة، يعني منا قصة حب من شافة أو ما رح يتوقع شو رح يصير بالأحداث، كتير غريبة هالتوليفة هالتريو رح يشوفوه بطريقة جديدة.